بكره ان شاء الله هيكون ماتش المنتخب مع انجولا، الكل طبعا عنده امال كبيره في الفوز في هذه المباراه، كمان المباراه اللي هتكون بعدها في الجابون، ده بسبب جاهزيه الفريق، خاصه انه اللعيبه المحترفين اللي بيقدموا موسم استثنائي الحقيقه السنه دي في الانديه اللي بيلعبوا فيها. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. يعول البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خماسي المحترفين قبل مباراتي أنغولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم 2022. يلتقي منتخب مصر مع أنغولا غداً في إطار الجولة الخامسة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قبل أن يستضيف الجابون يوم 16 من الشهر الجاري في القاهرة. تعتمد خطة البرتغالي كيروش في المقام الأول على المحترفين في تنفيذ المهام الفنية داخل الملعب لضمان الفوز لمنتخب مصر والتأهل متصدرين المجموعة وصولاً إلى الدور الثالث والحاسم في تصفيات إفريقيا لكأس العالم قطر 2022. وقدم محمد صلاح مستويات رائعة للغاية مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال منافسات الموسم الجاري، حيث نجح الفرعون في تسجيل 15 هدفاً في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. ويعتبر حجازي أكثر المحترفين المصريين مشاركة مع ناديه الموسم الجاري، حيث شارك المدافع الدولي في 11 مباراة مع اتحاد جدة هذا الموسم بمعدل 990 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف. وينتظر أحمد ياسر ريان جناح فريق إلتاي أزمير التركي المهاجم الظهور الأول بقميص منتخب مصر عندما يلعب الفراعنة مباراتي أنغولا والجابون بالتصفيات المونديالية.